حلقة تأتي في ظروف مهمة جدا، صعبة وعصيبة تمر بها الكرة المصرية. خروج المنتخب من بطولة الأمم الأفريقية ألقى بظلال كثيفة وشديدة القتامة يا باشمهندس. أستاذ إبراهيم، المسألة كانت مسألة وقت. المريض كان في غرفة الإنعاش. فعندما تسمع خبر الوفاة تتألم ولكنك لا تفجع. أنت منتظر اللحظة دي. هي جت بدري شوية. أنا كنت بتفرج في كافيتيريا. وكان في ظهري كافيتيريا تانية وعلى يميني كده، بس كان سبقانا، يعني احنا بنتفرج على الشاشة هي سبقانا خمس ثواني أو حاجة زي كده. فأنا قاعد متضايق، حرقين لي الماتش. الرياكشنات سريعة. لكن ما كانش في احداث تستدعي انك انت يعني تقول حرقتها لي او فوتها لي، لحد ما لقيت مجموعه من يعني مش عارف اسميهم اطفال ولا شباب، لسه ما بقوش شباب، من 12 ل 15 سنه قاعدين ورايا كل شويه يضحكوا ويخبطوا في ظهري، لحد ما لقيت حد منهم بيقول جول، بيضحك، فافتكرته بيهزر يعني، لحد ما شفت عندي انها جون فينا احنا. استوقفني المشهد لانهم انفجروا في الضحك، فبصيت لهم كده، بصوا لي وكملوا ضحك. شفت يميني قدامي شمالي، ما شفتش اي ملامح لثوره او حد رزع برجله، او زي ما بتحصل لما تخسر في ماتش انت يعني هيخرجك بره البطوله. انت عبرت عنه الحزن الصامت قوي، كدمه. وانا بعد الماتش قمت وانا ماشي، كل حد من شباب الكبير الناضج بقى ماشي جنبي، فبيقول لي ينفع كده يا كابتن؟ قلت له كنت منتظر ايه؟ قال لي على رايك. هذا كل ما سمعته. كنت منتظر وتبادلته. الناس كلها مستنيه. بس زعلانه جدا جدا. لكن مش مفجوعه لانها ما اتفاجئتش. احنا لعبنا واحده من اسوء البطولات اللي لعبناها في حياتنا. صحيح صحيح. انما انا مش انا مبسوط ان فات يوم او يومين دلوقتي. وان احنا هندلي بدلونا باستفاضه، لا بموضوعيه.